سلام متابعي القناة، مرحبا بكم في هذا الفيديو الجديد. راح نوصلوا مع موضوع الفيروسات. لو فيروس est un agent infectieux de très petite taille nécessite un hôte pour sa réplication. يعني la cellule utilise son métabolisme. يعني هو agent infectieux لازم له une cellule hôte باش يدير la réplication تاعو، لازم يدخل في cellule hôte. لي سيلين اللي يقدر يدخل فيهم ولا يدير لا ريبليكاسيون تاعو داخلهم، سوا لي زانيمو لي فيجيتو ولا لي باكتيري. لورسك انفكت اون باكتيري اون لابيل باكتيريوفاج، يعني كي انفكتي الفيروس اون باكتيري نسميوه باكتيريوفاج. المكونات تاع الفيروس عندنا انفلوب كابسيد اسيد نوكليك ADN او ARN. هذه هي الكابسيد، داخلها كاين لاديان ولا لارن اللي هو لاسيد نيكليك، سواء اديان ولا ارن واحد فيهم. و لونفلوب، هذا سي لونفلوب، الغلاف لونفلوب. عندنا لاسيد نيكليك لاديان و ارن يكون لينير و سيركولير، يعني يكون مستقيم ولا دائري، سامبل و دوبل برا. هذا يسميوه لو جينوم فيرال، لو جينوم فيرال. لا طاي دي ميكرو اورغانيزم، عندنا لي فيروس دو 10 ا 400 نانومتر، لي باكتيري دو 0.5 حتى 5 ميكرومتر، لي سيلول انيمال 20 ميكرومتر، لي سيلول فيجيتال 100 ميكرومتر. ريبليكاسيون فيرال، il y a 4 étapes، كاين 4 مراحل تاع لا ريبليكاسيون فيرال. المرحله الاولى اتاشمون، اللي هي الالتصاق، لاتاشمون، التصاق الفيروس بالخليه بلا سيلول اوت. اتاشمون فيريون فيكس لو ريسيبتور سبيسيفيك، هاد لي فيريون سو فيكس سير دي ريسيبتور سبيسيفيك، يعني مستقبلات خاصه موجوده على الخليه تستقبل هذا لي فيريون. المرحله الثانيه بينيتراسيون دون سيلول dans la cellule par endocytose ou fusion. يعني دخول تاع هاد لي فيريو هادو، دخول تاعهم داخل الخلية عن طريق لوندوسيتوز، لوندوسيتوز ولا فيزيون اللي هو الاتحاد. ديكابسيداسيون كي ليبر لو جينوم فيرال، ديكابسيداسيون معناتها تروح هادي لا كابسيد والغلاف هذوك، يعني يتنحاو ويدخل فقط الماتريال جينيتيك اللي راهم يحتاجوه. لو جينوم فيرال، لو جينوم برك هو اللي ليبريوه داخل الخليه، هاد لا كابسيد والغلاف هذوك راهين يروح. المرحله الثالثه ريبليكاسيون، لا ريبليكاسيون المرحله الثالثه، هذه لا ريبليكاسيون. ديتورنومون ماشينوري سيلولير تراديكسيون فورماسيون دو بروتين، يعني هنا راح تصرى عمليه ترجمه وتصنيع نفس النسخه من هذا الماتريال جينيتيك، راح تقوم بتصنيع نفس النسخه ومن بعد تجمع هذوك الجزيئات وتشكل لنا مع تصنيع مع انتاج هذا البروتين هذو ومع هذا الجزيئات راح تتشكل ان فيريون جديد، ان فيريون جديد. هذا هو بنفس الطريقه كابسيد وعليه بروتين كيما هذا الاول، بنفس النسخه راح تعاود تتشكل ومن بعد تتليبيرا. كاتريامو اسومبلاج دي بروتين، يعني جمعوا هذه البروتينات ويلتصقوا هنا حول الكابسيد هذه. فورماسيون دو نوفو فيريون، يعني تشكيل دو نوفو فيريون، يعني فيريون جدد. ليبراسيون دو نوفو فيريون وتحرير هاد دو نوفو فيريو، هاد لي نوفو فيريو راح يعاودوا نفس المرحله، راح يعاودوا يدخلوا دون زي نوتر سيليل وتصرى نفس العمليه. الى هنا ينتهي موضوع اليوم، نلتقي في مواضيع اخرى، وما تنسوش الجيم والبارطاج تاع القناة، وإلى الملتقى.